والحديث يتواصل معكم في ذكريات كثيرة على مدى أعوام امتدت ل 72 عاماً الآن من التضحيات ومن الفداء ومن البطولة. لكن هذه المرة ليست قصة استشهاد، لكنها قصة بطولة، قصة أحد الأبطال الذين يكرم اسمهم اليوم بعد أن قاموا بعمليات كثيرة فدائية في صالح استقلال الوطن ضد القوات المعتدية والقوات المستعمرة، حينها قوات بريطانيا العظمى. معي الأستاذ محمد رشدي، وسيتحدث عن البطل حسن رشدي عام 1956. أهلا بحضرتك، ولو حضرتك تحكي لنا القصة كيف بدأت. لا، هو حضرتك كان يعني بطل مقاومة الشعبية، ويعتبر القائد برضو للفدائيين، القلاة السرية للفدائيين مقاومة الاحتلال البريطاني في مصر ومدن القناة وبورسعيد بالتحديد. يعني كانوا بيطلقون عليه ساعتها ان هو شوكه في جنب القوات البريطانيه، نظرا انه كان بيهدد ستوكويل القائد البريطاني في مصر بالانسحاب يعني بقواته، مما دفعهم ان هم يحددوا يجبروه على الاقامه الجبريه في بيته تحت حراسه مشدده، وتمكن من الهرب واعلنوا فديه للي يلاقيه، ويعني هرب في مكتبه السري. وبعدين كان في محاوله اغتيال برضه بس بدات بالفشل، انه قلبوا عربيته من ليلا يعني على طريق قناه السويس، ويعني ما سلموش. يعني ما كانش المساله بسيطه بالنسبه لهم، حول حياتهم الى جحيم زي ما بيقال في نصوص اللغه، لكن حاولوا يغتالوه. يعني حضرتك احكي لي شويه تفاصيل اكثر. يعني هو القصه اللي كانت مشاعه انه هو كان في سياره جيش انجليزي طلعت له على الطريق، وهو متوجه على طريقه لبورسعيد، وكانت محمله بالجنود، يعني كانوا بيتعاملوا على انهم مخمورين، كانت زي تمثيليه يعني، وابتدوا ان هم يحدفوا ازايز على ازاز العربيه، وكان سواق سايق وهو راكب ورا، ومما ادى ان العربيه انحرفت يعني، نزلت في قناه السويس، السواق توفى وهو طلع، ويعني هم حاولوا يطلعوها انها قصه قضاء وقدر يعني، لكن هي طبعا كانت مقصوده. وبعدين هو حصل على العديد من الجوائز زي والميداليات، يعني زي وسام الاستحقاق وميدالية بنما، دي بياخدها القادة السياسيين اللي بينددوا باستقلال بلادهم بطلب. أنا عايز يعني أبارك لك على تكريم آخر هو النهاردة، وتحية. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد، تحياتي. الحقيقة يعني ما نقوله اليوم كمان أنه المسألة ليست فقط في أنه أبطال الشرطة بيكرموا، لكن أيضا الشعب الذين التحم أفراده مع الشرطة في عصور كثيرة، ده له دلالة أنه الشرطة والأشخاص من الشعب الجمهور العادي هم يد واحدة من أجل تحقيق استقرار هذا الوطن، من أجل تحقيق الأمان. ليس شرطة جهاز يعمل وحده، لكن الشرطة دايما لها التصاق ولها تعامل ولها احتكاك مع أفراد الشعب، وهذا هو سر الخلطة وسر النجاح، وهذا هو المفتاح. أنا بحيي حضراتكم، حي الفعالية على وشك أن تبدأ، نحن في انتظار دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء وقائع للاحتفال في هذا اليوم. كل التحية وكل سنة وحضراتكم طيبين.